ناخذ مثال على الكينيتكس اوف ريجيد بودي. اكزامبل 1 هوريزونتال فورس البي تساوي 70 نيوتن. اذا عندنا قوه افقيه مقدارها 70 نيوتن is exerted on mass A 16 كيلوغرام as shown in figure below. يعني هذه القوة P هي مسلطة على الماس هاي الكتلة A، هاي الكتلة A مسلطين عليها قوة مقدارها P. ايش قد مقدارها البي؟ هي 70 نيوتن بهذا الشكل نحو اليمين. The coefficient of friction يعني معامل الاحتكاك between mass A and the horizontal plane is 0.25. فمعامل الاحتكاك الموجود بين الماس وبين السطح 0.25. ال B has a mass of 4 كيلوغرام. وعندنا هنا كتلة أخرى اللي هي B، الماس مالتها هي 4 كيلوغرام. عندنا الـ A هي 16 والـ B 4. And the coefficient of friction between it and the plane is 0.5. والفريكشن ما بين هذه الكتلة والسطح هو 0.5. The chord between the two masses يعني الكورد اللي ما بين الكورد يعني مثل الحبل اللي بين two masses بين ذني الكتلتين an angle of 10 درجة with the horizontal. شوف يعني هاي الكتلتين مربوطة بهذا الكورد وعلى هذا الكورد. إيش قد الزاوية؟ الزاوية ويا الاكس اكسس 10، يعني هذه هنا 10 درجة with the horizontal بقى وهي الأفق. What is the tension in the cord؟ إيش قد مقدار التنشن؟ يعني هنا هذه الماس مسلطين عليها قوة نحو اليمين مقدارها 70 نيوتن، ومربوط هذا الماس مربوط وياها ماس أخرى اللي هي البي، فاعتيادي ما راح تجي تنسحب هذه الكتلة، راح تسحب وياها الكتلة بي، فأكو هنا شد راح يصير هنا شد، فالمطلوب من عندنا إيش قد مقدار هذا الشد. حتى نحل إحنا هنا هذه المسألة حتى نحلها فنحتاج لنا إلى تبسيط. فأول شيء راح نجي نرسم فري بودي دايجرام، يعني هنا جزئين، فكل جزء راح نرسم إلى الفري بودي دايجرام. شنو معنى الفري بودي دايجرام؟ احنا ماخذينه بالستاتيك، انه نشيل السبورت، يعني راح نرفع السبورت ونخلي مكان الرياكشن بما يساوي كل سبورت، فنشيله وراح نخلي الرياكشن بما يساوي. هسه لو نجي للفري بودي دايجرام الماس بي لهذه الكتلة، فراح يكون عندنا هذا هو الفري بودي دايجرام. شوف هذا هو الفري بودي دايجرام، هذه هي الكتلة بي، كتلة بي نجي لي عليها شنو عندنا هنا هذا الكورد، هذا الكورد راح يسبب لنا تنشن، فراح نرفعه راح نخلي مكانه قوة تنشن. شوف قوة تنشن معناها سحب، يعني تنشن شد، فإذا راح نشيل هذا الكورد راح نخلي مكانه قوة التنشن بهذا الاتجاه راح نسميها التي. وقايل بالسؤال إنه هنا الزاوية 10 درجة، فإذا راح نخليها أيضا بزاوية 10 درجة. بعد شنو عندنا؟ إنه هذه الكتلة هي لها وزن مقداره 4 كيلوغرام، فالوزن هو نحو الأسفل فراح نخلي 4 كيلوغرام. السطح شوف تأثير السطح شنو؟ عندنا بما أنه وزن نحو الأسفل فإذا أكو رياكشن وراح نسميه NB يعني نورمال عمودي على الماس، هذا هو الـ NB راح يكون عكس اتجاه الويت، فراح يكون يعني رد فعل، رد فعل معناها رد فعل السطح أو الأرض، رد فعل الأرض للكتلة، فراح يكون هو بشكل عمودي. وبما أنه راح يتحرك لنا هاي الكتلة راح تتحرك، فإذا أكو فريكشن، أكو احتكاك بين هذه الكتلة وبين السطح، وراح تتحرك لنا نحو اليمين. ليش؟ لأنه القوة المسلطة هنا بالسؤال هي نحو اليمين، فاحتيادي راح يتحرك لنا الكتلة الـ A
وبعدين راح تسحب وياها الكتلة بي نحو اليمين. فإذا الفريكشن الاحتكاك راح يكون هو عكس اتجاه الحركة، وراح يكون عندنا بالاتجاه اليسار وراح نسميه الـ FV. عندنا بالحركة الانيرشيا فورس، راح نخلي نفترض الانيرشيا فورس. الانيرشيا فورس يعني هي القوة اللي يعني القوة الانيرشيا يعني القصور، قوة القصور. يعني شو مثلا احنا جسم اذا يتحرك في اتجاه معين و هو ساكن، اذا جسم ساكن وتريد تحركه، فاذا هذا الجسم راح يمتلك لنا قصور ذاتي. قصور ذاتي انه راح يقاوم حركة الجسم، او مثلا اذا جسم راح يتحرك لنا باتجاه معين وتريد تغير اتجاه الحركة مالته، ايضا هنا راح يكون قصور ذاتي للجسم انه يقاوم حركة الجسم. فاذا هذا قوة القصور الذاتي هي تقاوم لنا الحركة. ايش قد مقدارها؟ مقدارها هنا هي الكتلة في التعجيل. فهنا هي الحركة باتجاه الـ X axis نحو اليمين، فالقصور الذاتي قوة القصور الذاتي الـ inertia forces هي الكتلة في الـ acceleration باتجاه اليمين. فإذا هذا هو الـ free body diagram للكتلة الكتلة A للكتلة B. نجي الكتلة A، هذه الكتلة A، هنشوف الفري بودي دايجرام شلون راح نجي رسمه. هو بهذا الشكل اللي عندنا هنا القوة، خلينا عليها قوة باتجاه اليمين، فهذه هي القوة باتجاه اليمين مقدارها 70 نيوتن. هذا الكورد راح نشيل هذا الكورد فنخلي مكانه هو قوة الشد، فهذه الكورد بقوة الشد. طبعا هنا عندنا 10 وهاي الزاوية 10، نفسها هاي الزاوية أيضا 10، فراح نخليه بزاوية 10. شوف إذا هذا التنشن والاتجاه مالته بزاوية 10. الكتلة مقدارها 16 نحو الأسفل، دائما الكتلة تكون نحو الأسفل. هذه الكتلة لها رد فعل، يعني رد فعل الأرض للكتلة راح يكون عكس الوزن وراح يكون إلى الأعلى. هذا هو الـ NA، فراح يكون نحو الأعلى، يعني هنا الوزن نحو الأسفل فراح يكون نحو الأعلى. اتجاه الحركة راح تكون هي نحو اليمين، فإذا اكو فريكشن ومقدار هذا الفريكشن هو FA، وراح يكون اتجاه نحو اليسار. ليش؟ لأنه يعني عكس اتجاه الحركة، حركة نحو اليمين فاتجاه الفريكشن نحو اليسار. أيضا عندنا الانيرشيا فورس راح تكون باتجاه اليمين، يعني باتجاه الحركة، وتساوي لنا الماس في الاكسلريشن، الماس للكتلة A في الاكسلريشن A في الكومبوننت X، يعني الاكسلريشن X. هسه نجي من الفري بودي دايجرام للكتلة B. شوف هسه نحلل شلون راح نحل السؤال من الكتلة B. summation of y يساوي لنا ال mb في ال acceleration yb. summation of y يعني القوة باتجاه ال y. من عندنا القوة باتجاه ال y؟ راح نفرض طبعا القوة نحو الأعلى راح تكون هي موجبة ونحو الأسفل راح تكون سالبة. فعندنا ال mb، هاي ال mb هي نحو الأعلى، هاي باتجاه ال y نحو الأعلى، فراح تكون موجبة. إذن الـ MP موجبة. بعد عندنا هنا الأربعة، هذا هو ويت كيلوغرام، راح نحوله إلى فورس، فايش يساوي 4 في الـ acceleration ground acceleration على التعجيل الأرضي اللي هو 9.81 حتى نحوله إلى فورس، يعني جاينت عامل هنا summation of y يعني forces يعني القوة باتجاه الـ y. فهنا هذا 4 كيلوغرام هو مو فورس، ويت، وانا راح نحوله الى يعني ماس هاي، فراح نحوله الى ويت كفورسز نضربها بالتعجيل الارضي. فاذا الاربعة في 9.81 حولناها الى فورس. هذه نحو الاسفل اتجاهها فراح تكون بالسالب. نجي للتي، هذا قوة الشد، بما انه مائلة راح تحلل لنا الى
يعني تي اكس باتجاه الاكس وباتجاه الواي. هسه جاي نشتغل على الواي، فراح ناخذ هذا الواي شو يساوي لنا؟ هذا تي ساين 10 واتجاه نحو الاعلى، فاذا هو موجب، فاذا تي ساين 10 يساوي هنا الماس للكتله للبلوك بي. ايش قد الماس مالته؟ هو 4. طبعا هنا مطلوب ماس وليس فورسز، الماس هو مطينا اياها كماس كتله، هي 4 كيلوغرام، فهنا 4. في الاكسلريشن باتجاه واي، ما عندنا اكسلريشن باتجاه الواي، وانما الحركه راح تكون هي نحو اليمين باتجاه الاكس اكسس، فاذا هنا 0، ف 4 في 0 راح يعطينا 0. هسه نجي نرتب هنا المعادله، الام بي يساوي 39.245 ناقص تي ساين 10. هسه العلاقه ما بين الفريكشن والنورمال هي 0.5، فالاف بي الفريكشن يساوي لنا 0.5 من الام بي، فنقدر نعوض ان الاف بي يساوي لنا 0.5 ان بي، وهذا راح يساوي لنا هو 0.5 39.24 ناقص تي ساين 10. هسه ناخذ سوميشن الاف اكس، اخذنا سوميشن الاف واي، اخذنا سوميشن الاف واي يعني مجموع القوى باتجاه الواي. هسه ناخذ سوميشن الاف اكس، سوميشن الاف اكس يساوي ان الام بي في الاكسلريشن باتجاه الاكس. سنجي شنو القوة اللي عندنا باتجاه الاكس؟ عندنا هذا التي قلنا يتحلل لنا الى قوة باتجاه الاكس والى قوة باتجاه الواي، بس باتجاه الاكس هذه القوة تساوي لنا التي كوساين 10، فاذا تي كوساين 10 نحو اليمين اذا راح ناخذها موجب. نجي عندنا بعد الفريكشن، هذا الفريكشن الاف بي، الاف بي باتجاه اليسار فراح يكون بالسالب، فاذا ناقص اف بي يساوي الماس بالكيلوغرام، هذا الماس هو 4، في الاكسلريشن باتجاه اكس، في الاكسلريشن الاكس للكتله بي. قلنا الاف بي راح يساوي لنا نص الام بي، فراح نجي نعوض الاف بي، نعوض مكانها بنص الان بي، ونجي نرتب المعادله. هسه راح يصير لنا الاكسلريشن اكس بي يساوي 0.268 تي ناقص 4.905. هذه المعادله هي تربط لنا بين الاكسلريشن اكس بي يعني الاكسلريشن باتجاه الاكس للكتله بي وما بين التي اللي هو التنشن، هذا راح نسميها معادله رقم 1. هسه من الفري بودي دايجرام للكتلة اي راح ناخذ سوميشن اوف واي يعني مجموع القوى باتجاه الواي، راح يساوي لنا الكتلة في الاكسلريشن للكتلة اي باتجاه الواي. هسه نجي مجموع القوى، عندنا قوة باتجاه الواي، عندنا الان اي، الان اي هو عمودي نحو الاعلى اذا هو بالموجب، بعدين عندنا الويت اللي هو 16 الكتلة في التعجيل الأرضي، فراح تكون نحو الأسفل إذا بالسالب، فإذا 16 في 9.81، وعندنا هذا التينشن راح يتحلل إلى مركبتين باتجاه الأكس وباتجاه الواي، باتجاه الواي راح يكون عندنا التي في ساين 10 ونحو الأسفل إذا بالسالب، فراح يصير سالب تي ساين 10 يساوي الماس للكتلة أي، فالماس هسه هنا بالكيلوغرام، فالماس مطينا إياها هي 16 في الاكسلريشن واي اي يعني الاكسلريشن باتجاه الواي، وباتجاه الواي عندنا الاكسلريشن راح يساوي لنا 0، فاذا كل هذه القيمه راح تساوي لنا 0، فنرتب المعادله، فاذا راح يعطينا ان اي يساوي 156.96 زائد تي ساين 10. الاف اي عندنا قوه الفريكشن راح يساوي هو 0.25 من الان اي يعني معطينا اياها بالسؤال، فراح نجي نقول تساوي 0.25 من الان اي، الان اي هي هذه الان اي اللي هي 156.96 زائد تي ساين 10.
summation ال fx ايضا للكتلة اي راح يساوي لنا الماس في الاكسلريشن باتجاه الاكس للكتلة اي. فلما نجي نشوف نحللها هي هنا 70، شوف هذا 70 باتجاه الاكس وناقصا الاف اي ناقص التي التي كوساين 10، يعني هنا الاف اي هي نحو اليسار اذا راح تكون سالبة، وعندنا الاف اي هي سالبة، واذا عندنا التي حلله باتجاه الاكس باتجاه الواي، باتجاه الاكس هو تي كوساين 10 وايضا راح يكون سالب لانه نحو اليسار، راح يساوي لنا الكتلة هي 16 في الاكسلريشن باتجاه الاي. الاف اي قلنا هي 0.25 من الان اي، فراح نعوضها هنا في الان اي، وبعدين راح نجي نرتب هذه المعادلة، فراح يطلع لنا الاكسلريشن اكس اي يساوي 1.923 ناقص 0.0643 تي. فهذه معادلة بين الاكسلريشن باتجاه اكس للكتلة اي وما بين التنشن، هذه راح تكون معادلة رقم 2. شوف بما ان عندنا هنا الكتلتين هي مربوطة سوية، فاذا الاكسلريشن يعني مربوطة سوية الحركة مالتهم راح تكون سوا، فإن الاكسلريشن الاكسلريشن للكتلة A راح يساوي الاكسلريشن للكتلة B، يعني نفس الاكسلريشن، لذلك راح نقول الاكسلريشن باتجاه X للكتلة A يساوي الاكسلريشن باتجاه X للكتلة B، معناها راح نساوي المعادلتين، المعادلة رقم 1 اللي هي اكسلريشن XB نساويها، وهي معادلة رقم 2 هي الاكسلريشن XA، فنساويهم فراح تطلع لنا معادلة المجهول فقط هو RT، فنحل المعادلة راح يعطينا مقدار التنشن يساوي لنا 20.548 نيوتن.